احنا وقفنا المرة اللي فاتت عند البريك ايفن بوينت، والمفروض خليني بس اشير السكرين. وقفنا المرة اللي فاتت، السكرين ظهرت عندكم؟ اه يا دكتور. وقفنا المرة اللي فاتت عند البريك ايفن اناليسيس او البريك ايفن بوينت، وكنا شرحنا جانبيا كده الكيرف اللي فيه العلاقة ما بين الكوست والنمبر اوف برودكتس اللي انت بتنتجها. ولو تفتكروا المرة اللي فاتت قلنا لو هنا الكيو ده كان عبارة عن النمبر اوف برودكتس بتاعتك، وان هنا الكوست، كان بيطلع الكيرف بتاع الكوست حاجة بالشكل ده كده. والكيرف ده بيقول لي ان الكوست بتاعتي في جزء منها فيكسد وفي جزء تاني فاريبل، يعني مع كل يونت هتنتجها الكوست دي هتزيد. كأن الكيرف دوت السلوب بتاعه هسميه ال V small. حد يعرف يقول لي ال V small ده بقى تطلع ايه؟ ال variable cost بتاعت كل product، بتاعت البرودكت الواحد، وبناء عليه اقول ان التوتال كوست بتاعتي عبارة عن الفيكسد كوست زائد V في الكيو. خلي بالكو التوتال كوست دي هي الواي اكسيز، ومين اللي على الاكس اكسيز؟ الكيو، النمبر بروت. المعادله دي بتقول لي ان انا لو انتجت صفر صفر ما انتجتش ولا واحده هتبقى الكوست بتاعتي قد ايه؟ تبقى الفيكسد كوست بس. فيكسد كوست بس، صح؟ واتفقنا هتكسب منين انت بقى يا باشمهندس؟ قلت لي هكسب من البيع بتاعي او السيلز او ريفينيو، وده كده الكيرف بتاع ريفينيو، والسلوب بتاعه لو سميته ار سمول. حد عارف الار سمول دي هي مين؟ الريفينيو بتاع البرودكت الواحد، سعر اليونت الواحده. تبيع اليونت الواحده بكام؟ فلو ما بعتش ولا سلعه هتاخد كام فلوس؟ هتاخد صفر. اللي احنا بندور عليه بقى هو النقطه ديت، الكيو اللي هنا لو سميتها كيو نود. ايه تعريف الكيو نود؟ هي النقطة اللي هي الكيو بريك ايفن، اللي هي لو انا انتجت اعلى منها هكسب، لو اقل منها هخسر. هو عدد البرودكتس اللي لما تبقى تنتجه انت لا بتكسب ولا بتخسر. طب النقطة دي كده بريك ايفن؟ نقطة الانترسكشن اه بريك ايفن. يعني انا عارف تحت كيو نوت ديت بتمثل ايه؟ ده عدد البرودكتس اللي هو لو انتجته انا كده لا خسرت ولا كسبت. زي الفل. الاكس دي بقى بتمثل ايه؟ سوري خليها بقى واي عشان ما نتلخبطش. الواي نوت ديت تمثل ده اللي انا كلفته توتال كوست. يعني دي التكلفة اللي انا كلفتها عشان البرودكتس دي كلها وبالفيكسد كوست بتاعها كده، انا عوضت اللي انا صرفته كله من غير اي ربح. بيسمي الواي نوت ديت بريك ايفن برضو، بس الكيو ديت بيسموها البريك ايفن ان يونتس، والواي نوت بيسموها البريك ايفن ان دولارز. بمعنى ان لو سعر المنتج بتاعك مثلا 10 جنيه والكيو نوت دي طلعت ب 500، فالواي نوت دي هتطلع بكام؟
هتطلع بكام؟ هتطلع الفيكسد كوست بلس ال 500 في سعر الواحده. طب ما تحسبها من الكيرف الازرق. هو الكيرف الازرق ده ايه معادلته؟ الفي في الكيو على طول. الار لا مش الفي. اه خلي بالك هو مين الفي؟ مين الفي؟ الاحمر اللي مع الفيكسد كوست. الفي ده الكوست بتاعت اليونت الواحده. ايوه. لكن الار ده الريفينيو بتاعه اللي انا هكسبه اللي هبيعه. لازم يبقى اكتر من الفي ولا اقل منه؟ اكتر منه عشان دي لازم يكون اكتر منه صح كده. فالواي نوت دي هتساوي ايه؟ الار في الكيو اللي هي 5000. الار في كيو بالظبط. على فكره بيسمي ال 5000 ديت البريك ايفن بوينت وبيسمي ال 500 ديت البريك ايفن بوينت. بس ال 500 ديت هي البريك ايفن. لو حبيت اقوله لك بدلاله اليونتس يعني بتقول لي مثلا هو البريك ايفن بيحصل امتى؟ اقول لك لما انت 500 يونت. او اقول لك البريك ايفن هيحصل لما لم 5000 جنيه. فاهمين حاجه؟ اه يا دكتور مع حضرتك. يعني احيانا بيعبر عن البريك ايفن بعدد المنتجات اللي تنتجها او بيعبر عن البريك ايفن بالفلوس اللي تخش لك. هي نفس النقطه على فكره. وصلت ديت؟ تمام يا دكتور. تعالوا نتفرج على شويه مسائل. اول اكزامبل عندنا هو اكزامبل على الرسم الكيرف بتاع الكوست اصلا. احنا قلنا اللي على الاكس اكسيس ده بيسميه الكوست درايفر. دي الحاجه اللي بتتغير مع الوقت يعني. فبيقول لي واحد كان بيسجل شويه بيانات كده كان بيعمل علاقه ما بين عدد الساعات اللي بيشتغلها والكوست، وقال لي دي البيانات اللي احنا هنشتغل عليها ان لما اشتغل 2000 ساعه كانت الكوست 22000. ولما اشتغل 7000 ساعة كانت الكوست 52000. دي المعلومتين اللي هم ادهم لي. الكلام ده كان في شهر يناير وده كان في شهر فبراير. وقال لي دلوقتي عند 2000 ساعة كانت الكوست بتاعته طلع كده كان كاتب لي هنا 22000، وعندي 7000 ساعه كانت الكوست ديت 52000. وكان طالب منك توجد الكوست فانكشن. تعرف توجد الكوست فانكشن؟ حد عنده حل؟ هجيب السلوب تايب الاول اعرف ميل بتاع دي. اكشولي هو عايز يوجد معادله الخط ده. تعرف توجد معادله الخط دوت؟ معادلة الخط اللي هي واي بتساوي حاجة في اكس بلس سي. واي بتساوي ام اكس. ام اكس بلس سي. بلس سي. صح؟ الام بكام؟ الام السلوب نفسه بطرح اللي هو
هعوض بالنقطتين واجيب نقطة ام ونقطة سي سوا مع بعض. يا عم كام يا عم مطلوب ارقام وانتم حاسين ان انا بحسب كيمياء ذريه الاسلوب بكام؟ اثنين وخمسين ألف ناقص اثنين وعشرين ألف على سبعة آلاف ناقص ألفين. السلوب بتاعك الام عبارة عن دلتا واي على دلتا اكس اللي هي بالبلد يعني الحتة دي على الحتة دي اللي هي عبارة عن اثنين وعشرين ألف اثنين وخمسين ألف ناقص اثنين وعشرين ألف اللي هي تلاتين ألف على الفرق ما بين السبعة آلاف والألفين اللي هو خمس آلاف. فيطلع الاسلوب بكام؟ ستة. ستة. كأن الواي بتساوي ستة اكس بلس سي. سي اجيبها منين بقى؟ هي المفروض الجزء المقطع من محور واي يعني لما اكس بتساوي زيرو يعني. تطلع بكام؟ النقطة هتطلع. تطلع بكام يعني السي؟ هتطلع بعشرة آلاف. فيطلع ان الواي بتاعتي بتساوي ستة اكس بلس عشرة آلاف. هل دي حاجة صعبة؟ ده يا دكتور تمام. ماثيماتيكالي ده كلام اهبل جدا. بس لو انا سألتك بقى الفيكسد كوست بكام؟ هي السي بالعشرة آلاف. عشرة آلاف. 10,000 والرننج كوست. الرننج كوست هتبقى الست. هتبقى الست. طب لو حبيت احسب تكلفة انتاج 6,000 برودكت هتعمل ايه؟ هروح كده اضربها في ست. هتقوم ايه؟ هجيبها من الخط. هعوض عن ال هشيل بس على حسب اللي انا المعادله بتاعتي اللي انا جايبها الواي بتساوي 6 اكس زائد 10,000 هعوض عن 36,000 زائد 10,000 ب 46,000. 46,000. هل دي مساله صعبه؟ تصدق ان دي مساله؟ انت تصدق هذا الكلام؟ تمام كل حاجه زي الفل. زي الفل. تعالى بقى نتفرج على المسألة الصعبة. احنا كنا المرة اللي فاتت قلنا تعريف البريك ايفن لما التوتال ريفينيو او التوتال سيلز يعني تساوي التوتال كوست، صح كده؟ تمام دكتور. تمام. دي النقطة اللي احنا بنوجدها على الكيرف بتاعنا. والتوتال كوست دي اصلا عبارة عن جزئين، fixed cost زائد variable cost. فكأن شرط حدوث البريك ايفن ان الفيكسد كوست تساوي التوتال ريفينيو ناقص الفاريبل كوست. بيسمي التوتال ريفينيو ناقص الفاريبل كوست دوت الكونتريبيوشن مارجن. بيسميه الكونتريبيوشن مارجن. فكأني شرط البريك ايفن ان الفيكسد كوست تساوي الكونتريبيوشن مارجن. طب لا، ات البريك ايفن ديت النت انكم بتاعك بيساوي كام؟ بيساوي زيرو، صح؟ اقدر اقول ان النت انكم ده هو الكونتريبيوشن مارجن ناقص الفيكسد كوست. هل الكلام ده فيه مشكلة؟ طيب. لا يا دكتور تمام. هبتدي بقى دلوقتي اخش معاك في equations. لو عايز اجيب النمبر اوف يونتس اللي اتحقق لي البريك ايفن. مبدئيا قلت لي لو انا عندي اي نمبر اوف يونتس اسمه كيو فالتوتال ريفينيو بتاعك هيساوي ايه؟ الـ R في small في Q
revenue per unit ده اللي احنا قلنا هنسميه R small صح؟ طب والvariable cost بتاعتك؟ قلتلي الvariable cost per unit اللي احنا هنسميها V small في الـ Q. التوتال مارجن بتاعي عبارة عن التوتال ريفينيو ناقص الفاريبل كوست. لو خدت الكيو كومن فاكتور يبقى لك الار ناقص الفي. الار ناقص الفي دوت ده بيسموه اليونت كونتريبيوشن مارجن، يعني كأن ده المارجن او المكسب اللي جاي لي من اليونت الواحدة، اللي هو الفرق ما بين الار والفي. وبناء عليه بص هنا كده، التوتال كوست هتساوي الفيكسد كوست زائد الكيو في الفي، والريفينيو هيساوي الار في الكيو. امتى يحصل بريك ايفن؟ قلت لي يحصل بريك ايفن لما الفيكسد كوست زائد الكيو في الفي يساوي الار في الكيو. وبناء عليه الكيو اللي تعمل بريك ايفن عباره عن الفيكسد كوست على الار ماينس الفي. وده القانون اللي هتحسب منه ايه؟ البريك عدد اليونتس اللي يحصل عندها بريك ايفن. البريك ايفن كيونتس ولا كفلوس؟ كيونتس. كيونتس. طب لو عايز احسبه كفلوس هشوف هعوض عنها في المعادله اللي احنا جبناها واي بتساوي، ما هعوض عنها في المعادله. قلت لي خلي بالك، ما انا الكيونت ديت لو ضربتها في الفي، سوري، لو ضربتها في الار ادتني ايه دلوقتي؟ الاكس والواي نود اللي احنا بنتكلم عليها، الواي نود اللي احنا كنا عايزينها. فده هيساوي الفيكسد كوست على الار ناقص الفي، والمفروض اضرب هنا في الار صح كده؟ قال لي الار دي حطها تحت، والترم ده على بعضه بيسموه كونتريبيوشن مارجن ريشيو. ده ترم جديد انا معرفش يعني ايه بقى الكونتريبيوشن مارجن ريشيو. احنا اتفقنا اليونت كونتريبيوشن مارجن هو الار ناقص الفي. لو قسمت الكلام دوت على الار بتاعتك فيديني الكونتريبيوشن مارجن ريشيو. يبقى لو قسمت الفيكسد كوست على اليونت كونتريبيوشن مارجن يديني البريك ايفن ان يونتس. لو قسمته على الكونتريبيوشن مارجن ريشيو يديني البريك ايفن ان دولارز. هل ده في حاجه صعبه؟ تعالوا بدل ما نفضل نحكي في اي كلام كده ناخد اكزامبل. عنده برودكت اسمه كيو، الفيكسد كوست بتاعته بتساوي 12000. حلو. سعر اليونت او تكلفة اليونت 18، بينما هو بيبيعها ب 24. هديكوا كده 10 دقايق كل واحد يفكر عشان عايز احسب ايه. عايز احسب البريك even point مرة in units مرة in dollars. نعرف ولا ما نعرفش؟ نعرف يا دكتور. طب جربوا كده وهديكوا 10 دقايق كل واحد يجرب يطلع ارقام.
اللي خلص يقول يا شباب. اه خلصت يا دكتور. خلصت. طلعت مين فيهم اليونتس؟ آه خلصت. الاثنين. اليونتس كام؟ الاثنين. 2000. 2000. اوكي. وين دولارز؟ 48000. يا سلام. حد يعرف يكتب لي معادلة التوتال كوست؟ 12000 زائد الكيو في 18. ريفينيو تبقى ريفينيو. طب اليونت كونتريبيوشن مارجن بكام؟ كيو في 6. هي 6 كيو يعني. لا اليونت كونتريبيوشن مارجن هي 6 بس. فاهمين حاجه؟ اليونت كونتريبيوشن مارجن ده رقم. طب اللي هو الار ناقص الفي. ايه اللي هو الار ناقص الفي بالظبط كده. طب الكونتريبيوشن مارجن ريشيو ربع. ربع 6 على 24. يا 6 على 24. هل ده فيه اي مشكله؟ لا تمام زي الفل. دلوقتي انت قلت لي الراجل ده لو باع 2000 هيبقى ماله دلوقتي؟ هيبقى عند البريك ايفن. هيبقى عند البريك ايفن. تقدر تقول لي لو باع 1500 يبقى كسب قد ايه؟ ولو باع 3000 يبقى كسب قد ايه؟ هضرب في ال 24 اللي هي بتاعه الار. ما اعرفش بقى انت هتقول ارقام دلوقتي. اه طيب تمام. هو المكسب ده اللي احنا نسميه نت انكم. ده هيساوي ايه يا جماعه؟ نيجاتيف 3000. لا مبدئيا هو لو حبيت اكتب له قانون هيكتب ايه؟ هيساوي ايه؟ الار يبقى توتال ريفينيو ماينس التوتال كوست. يعني كاني عايز احسب الار الـ Q minus 12000 زائد 18 في Q. يطلع بكام؟ ال 1500 يونت هيبقى كسب كام؟ وال 3000 هيبقى كسب كام؟ ال 1500 يونت هيخسر 3000؟ هيبقى خسر؟ 3000. ليه خسر؟ علشان كده احنا اصلا اقل من ال بريك ايفن بوينت. اقل من البريك ايفن بوينت. انت اصلا اقل من البريك ايفن يبقى انت هتخسر، هيطلع لك هنا ماينس 3000. طب وعند ال 3000 يونت؟
هيكسب 6000. هيبقى كسب 6000. 6000 حلو كده. ال 3000 يونت دوت هو معدي معدي البريك ايفن بقد ايه؟ ب 1000. معدي البريك ايفن ب 1000. بقدر احسب حاجه اسمها السيفتي ريشيو اللي هي عباره عن اليونتس اللي انت بعتها ناقص اللي عند البريك ايفن على اللي انت بعتها. فالمفروض السيفتي ريشيو ديت او السيفتي بيرسنتج لو هو بيعمل 3000 تطلع بكام؟ ده معناها ان ال 3000 ديت مأمناني مأمناني فوق البريك ايفن بقد ايه كمان؟ 33%. طيب اخر حاجه عايز احسبها قال لي بص احسب لي المكسب بتاعه او الخساره. هرجع تاني للاكزامبل اهوت. احسب لي المكسب بتاعه والخساره لو باع ب 40000 او باع ب 80000. تعرف اقسم على الاروع عوض اجيب الكيو بعدين ارجع تاني اعوض المعدل اللي فوق ده حل. وانا ممكن اطرحها من البريك ايفن ان دولارز. البريك ايفن يعني اطرح ال 48 اشيل من 80000 48000 40000 مثلا. طيب هو كده كسب كام؟ كسب الاثنين 32000. لا طبعا لان 32000 دول لسه فيها معنى ان هو باع باكتر من 48000 يبقى هو بيكسب اهوت صح. بس هو كل ثمن الحاجه بالنسبه ليه مكسب صح. فهمت حاجه؟ في كوست بقى. فاهم. عشان كده هتلاقوا في البرزنتيشن في قوانين مباشره تقدر تعوض بيها على طول بدلاله النت انكم. او لو انت فاهم وعايز تريح دماغك من حفظ القوانين تقدر من ال 80000 تجيب عدد الكيو بتاعتك وتحسب التوتال كوست وريفينيو. ال 80000 ده هو الريفينيو. اشوف عدد الكيو اللي طلعت الريفينيو دوت واروح لنفس عدد الكيو دوت احسب التوتال كوست بتاعتهم هلاقيها اكتر من 80000 ولا اقل من 80000. اكتر منها ولا اقل منها؟ حد يطلع ارقام. طيب لما يبقى هيبيع ب 80000 يبقى الكيو بتاعتنا ب 3333. يعني كسب كام؟ ثانية قال استنى استنى هو انت الكيو البريك ايفن بكام؟ ب 2000. ب 2000 كل اللي بعد ال 2000 هو بيكسب فيه ولا بيخسر؟ بيكسب. بيكسب صح؟ بيكسب كام بقى في القطعة الواحدة؟ بيكسب الست اللي هو بيكسب الفرق ما بين الار والفي.
صح بالظبط. يبقى لو جبت الفرق ما بين ال 80,000 سوري ال 3,000 وشويه بتوعك دول وال 3,000 صح صوتي وال 2000 ده عدد اليونتس اللي هو انتجها بعد البريك ايفن، اضربها في السته. السته دي كان اسمها ايه بقى؟ ال يو سي يونت كونتريبيوشن مارجن. تمام كده؟ هيطلع لي كام؟ 7998. 7998. لو احنا لو انا شلت التولت استخدمت ان احنا 1333 على طول ضربتها في 6. طيب الفرق بين ال 80,000 وال 48,000 بكام؟ 32,000. ال 32,000 في دوت في الكونتريبيوشن مارجن ريشيو صح حضرتك قطع. بقول لك اضرب الفرق ما بين ال 80,000 ال 80,000 وال 48,000 اللي هو 32,000 اضربه في الكونتريبيوشن مارجن ريشيو اللي هي بكام؟ هيطلع ب 8 هيبقى 24 يطلع 8 مكسبه 8000. انا عايز اوريك ان اللي انت كنت هجيبه في دماغك بالعقل كده لما تروح تحسب عدد اليونتس وترجع تحسب الكوست وتحسب الريفينيو كان ممكن تجيبه باستخدام اليو سي ام والكونتريبيوشن مارجن ريشيو على طول. تمام. اللي هيحفظ القوانين باليو سي ام والكونتريبيوشن مارجن ريشيو هيلاقي الموضوع بيحل المساله في نص دقيقه. بس انا عايزك في الاول تتعود تجيب عدد اليونتس وتجيب التوتال كوست وتجيب الريفينيو تطلع الاثنين من بعض عشان يبقى عندي حاجه باك اب كده لو نسيت القوانين. تمام يا دكتور. المسائل سهله ولا صعبه؟ سهله يا دكتور. انا شايفها ترقى لمرحله العبيطه. فاهمين حاجه؟ الموضوع فعلا سهل. طب تعالوا نجرب انتوا تعملوا اكزامبل لوحدكم بقى خالص. ممكن نرجع نحل. انا مش هتكلم ولا كلمه هنا بقى. انت اللي هتقرا الاكزامبل كله من الاول للاخر وتترجم مين ار ومين في ومين فيكسد كوست ومين بريك ايفن. ممكن؟ طيب تمام ماشي. هديكوا قد ايه وقت؟ ممكن 10 دقايق 5 دقايق 10 دقايق
تمام يا دكتور، أنا خلصت. مين اللي خلص؟ أنا إسلام. مين؟ إسلام. أنا دكتور خلصنا كمان. إسلام أنت خدت 3 دقايق إسلام؟ ما أظنش، مش عارف، ما حسبتش. الموضوع سهل كده يعني؟ مش عارف يعني، القوانين مش صعبة يعني، حليت. طب الحمد لله. break even points in dollars كام؟ أول واحدة تبقى 60,000. واليونتس؟ 3,000. محتاج يبيع بكام عشان يكسب 16,000؟ محتاج يبيع ب100,000. لو البرايس والفاريبل كوست كل واحد فيهم زاد 25% والفيكسد كوست زاد 8,000، بريك ايفن ان يونتس هيبقى بكام؟ هيبقى 3,200. وين دولارز؟ 80,000. كم واحد طلع الأرقام ديت؟ ماشي، أنا دكتور. طلعت معايا برضه نفس الحاجة. الموضوع صعب يا شباب؟ لا صعب. على فكرة دي مسائل الأشكيف. طب كويس. المرة الجاية هنعمل كويز على الموضوع دوت، وعايز بقى أرجع خطوة لورا ألا وهي إيه؟ يعني إزاي ممكن أكبر لك المسألة عن كده شوية؟ ممكن حضرتك تجيب لنا إزاي نحسب البي؟ مين اللي بيقول؟ إسلام. أنت جبت المعلومة دي منين يا إسلام؟ علشان أنا أخدت الفكرة عن الموضوع ده قبل كده في مادة تانية. في الايكونومي بالظبط. ان انا ابتدي اتكلم معاك في شويه تفاصيل تحسب بيها الفيكسد كوست وتحسب فيها الفاريبل كوست اصلا. فاهمين حاجه؟ يعني ابتدي اديك التفاصيل بتاعه مصاريف المصنع، فانت تحدد منها ايه اللي فيكسد وايه منها اللي فاريبل. يعني الرقم ده اصلا والرقم ده اصلا تحسبهم. حد عنده تصور ممكن اعملها ازاي؟ الفي ممكن متفضل ممكن زي في اول المحاضره لما حضرتك اديت نقطتين وطلعنا بيها الفيكس كوست في الـ. لا ده انا كنت مديك، انا مديك نقط عشان تحسب منها الايكويشنز، لكن انا قصدي لو حبيت اكلمك في تفاصيل منتج فعلا ازاي تقسموا الفاريبل وفيكسد. هو الفاريبل ممكن ان احنا لو احنا شغالين على منتج ف ليه أجرة الراجل اللي ممكن يبقى شغال أو تمن مثلا الوقود اللي بتشغل بيه المكنة، حاجات ممكن نحددها عشان نجيب الرقم مظبوط. والفيكسد؟ الفيكسد هتبقى ممكن نشتغل على الكاش فلو نجيب منه الفيكسد. أنا هديك إدارة المصنع في الشهر، هديك أجرة المشرف في الشهر، هديك مثلا المواد اللي بيستخدمها في المخزن في الشهر، كل دوت بحطه تحت بند فيكسد كوست.
الفاريبل كوست هي المرتبطه بالمنتج، اشتغل عليه كام عامل كام ساعه، اتحط فيه رو ماتيريالز بكام، فاهمين حاجه؟ بس خلونا في المرحله الاولانيه نتفق ان لو الارقام ديت جيفن فالمساله سهله ولا صعبه؟ سهله جدا، سهله جدا. وهنشوف المره الجايه بقى ان لو الارقام ديت ما كانتش جيفن انا برضو اقدر بطرق سهله جدا اقدر ان انا احسبها. تمام، حد عنده مشكله في الجزء دوت؟ لا يا دكتور. تمام، ايه الاساينمنت المطلوب مننا؟ هنقارن ما بين الكوست اكاونتنج مانجمنت اكاونتنج فاينانشال اكاونتنج. احنا عندنا اوريدي مقارنه ما بين اتنين منهم، فلنفس العناصر هنحط الكولوم التالت. هيتعمل فورد عادي صح؟ تمام كده يتعمل فورد. مفيش مشكله، مفيش فورم معين، يعني كل واحد يشتغل زي ما عايز. انت عندك الكمباريزون ما بين اتنين منهم اصلا، انت هتزود كولوم تالت. طب تسليم الاسايمنت انت؟ انا يعني هحط ديدلاين على الاسبوع اللي جاي. طب ما ينفعش يبقى اسبوع اللي بعده؟ الاسبوع الجاي ده صعب قوي عشان الحق اعمل لكم اعمال سنه يا جماعه. ما هو دكتور كحيل قال ان الاسايمنت اللي احنا سلمناه ده بال20 درجه التانيين. يعني انتوا عايزين كويزات بس؟ وانا مش فاهم دلوقتي الدكتور كان قال لنا ان الاسايمنت 20 درجه هو العمل السنة 40 20 ميد ترم و 20 اسايمن. في اسايمن سلمناه دكتور كحيل قال ده هيبقى ال 20 درجة التانيين. والكوزات والحاجات ديت ما نعملش ولا ايه؟ هو ما قالش ان في كوزات بقى، فانا ما اعرفش الكوزات دي هتبقى بكام درجة. او يعني ما نعملش كوز على المسألة العبيطة ديت؟ هو ممكن نعمل ونرفع بيها الناس شوية عشان درجات الميد ترم واقعة. لا، درجات الميد ترم واقعة. دكتور كحيل قال الميد ترم كويس والناس كانت مبسوطة في الميد ترم. مش كله يعني، في درجات مش قوي. ايه مفهومك عن الوقعه؟ لا يعني مثلا في عادي في 5 وفي 10 وفي 12 من 20، في حاجات كتير. 5 من 20 في عملتوها ازاي ديت؟ مش عارف. في طب احنا كده في كولوم في اعمال السنه بيبقى اسمه كويزز، فلو كان كده انا ممكن اخده من الاساينمنتس بتاع الدكتور كحيل، وممكن اخلي الكويز اللي هيتعمل يبقى فيه جزء منه نظري هو الكومباريزون اللي انا قلت لك عليها دلوقتي، يعني كاني سربتها لك اهوت، وبلس مساله. خلاص. طب كم درجه؟ طيب انت لسه بتقول انا هتفق مع دكتور كحيلي ان يكون عليه مثلا 10 درجات. طب طالما هو كده ما نخليه زي ما هو assignment وعلى الكومباريزون، والكويز يبقى مساله، يبقى احسن من ان احنا نمتحن الكومباريزون في الكويز. ما الراجل قالك بلاش assignment. مش فكرة بلاش اسايمنت، هو الدكتور كحيل قال خلاص اعمال السنه بتاعتنا خلاص خلصت. امشي. لا مش قصدي كده والله، بس امشي والله يعني سحب في صمت. انا مش عارف يعني. انت مين اللي بيتكلم؟ انا احمد. تقسم ايه يا احمد؟ انا ميكانيكا باور. ميكانيكا باور. امشي يا احمد. طيب انا ولا ايه؟ لا مش قصدي حاجة والله، أنا بقى الكلام ده كان متألف في الأول بس. أنت جايب كم؟ جايب كم في المترو؟ جايب كم في المترو؟ لا درجتي مش حلوة يعني، جايب 11. طيب خلينا هزبط مع دكتور كحيل أنا وأقول لكم. بس مبدئيا إحنا عندنا كويز المرة الجاية. تمام. طب الكويز ده ينفع يبقى يوم التلات عشان يبقى كله موجود؟ التلات بالليل. أنا خدت رأي الدفعة موافقة على يوم التلات بس يكون. طب استنوا، انتوا الميعاد الاصلي اللي كان مع دكتور كحيل كان امتى؟ كان السبت الساعه 7.
بعد المحاضرة. ده مناسب لكل الناس؟ مش عارف، انا اتفقت معاهم على التلات، ممكن اكلمهم على يوم السبت واقول لحضرتك. يعني لو قلت لي، لو قلت لي السبت الساعة 7 ده امان لكل الناس، تعملوا السبت الساعة 7؟ اسالهم واقول لحضرتك على طول. طيب خلاص اوكي. مش السبت ده، مش حضرتك قلت السبت ده يكون السبت اللي هو الجاي اللي بعد يومين ده؟ السبت اللي هو بعد يومين، بعيد عن اعياد الاخوه المسيحيين خالص لسه. اسالهم اشوف. وما تقوليش هنذاكر المساله عبيطه اهي. هو الكويز هيبقى على المحاضره بتاعت النهارده دي صح؟ البريك ايفن. طب تمام مفيش مشكله. تمام. طب استقروا وقولوا لي لو كان كده نعمل يوم السبت الجاي. تمام. يا سيلة شباب. لا شكرا يا دكتور. ماشي يا شباب. السلام عليكم. عايز حضرتك دكتور مقارنة بين تلات حاجات، الايه كوست اكاونتنج وفاينانشال وايه كمان؟ والمانجمنت اكاونتنج. والمانجمنت اكاونتنج. شكرا جدا. ماشي يا شباب. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام ورحمة الله وبركاته.